بهالاثناء قام يطلع يتمشى منه، والله اقولها بامانه صدام ولا طلع من التشريفات مالته، اقولها بامانه لان هذا يميل علي، وبعدين ما يكذب الحقيقه اكو هواي يكذبوني، ما شافوه مثل ما طلع وياه دكتور حميد قال له صدام كان قاعد بالقصر الجمهوري ينتظر يموت البكر، ماكو شيء، انا شفتها بعيني استاذ. شنو شفت؟ ها شفتها بعيني التشريفات قاعد بيها صدام، اجى بقاط شكل قهوائي وطب للتشريفات وما طلع نهائيا، اللي طلع منه فقط تاهي عبد الكريم وعزة الدوري وانور الحديثي اللي كان بالتشريفات، وهذا البعث القوي اقوام هذا اللي انعدم السامرائي عبد الخالق. عبد الخالق رحم الله والدك بيده سبحه يروح ويجي يتمشى بيها وياهم هالاربعه ومحمد فاضل، كانوا كلهم بانتظار البكر رحم الله والديك، واني واقف والمفوض لي قاعد اسمع عبد الامير خادم لي اتذكره مره التقيت به قال لي سيدي كلها بعيننا صارت، هذه كلها صارت قدامنا، فبقى صدام قاعد وين؟ بالتشريفات. واجا ناطق شاكر اخو سعدون شاكر اجا بسياره عسكريه قال لمدير المخابرات يمكن كان طاهر حبوس او غيره ما ادري، اجا قال سيدي ترى الطريق ما ولا رجل امن به، وهسه فوق البنايه كلهم موجودين، ويرجف ناطق شاكر اخو سعدون شاكر ما كان سعدون شاكر كان مدير المخابرات زين. المهم قال له ستشار شلون؟ قال له والله ما ادري هذا الموقف اللي صار هيك، ننتظر هناك، وطلع لي منه ابراهيم الدليمي قال لي جهاز وين المرور؟ قلت تفضل سيدي، قال لي افتحوا السير اقطعوا السير، هاي مرت ثلاث مرات افتحوا السير افتحوا السير، اخر شيء قال لي افتح السير افتح السير، اجى وصل البكر منه طلع له صدام اللي قاعد بالقاعه قاعه تشريفات، والله هاي بعيني هاي بياكل الدود، انا واقف والامير عبد الامير خادم واقفين انا وياه، ها وما اجى لا رئيس وزير الدفاع اجى حماد الشهاب ولا وزير الداخليه ولا وزير الداخليه سعدون غيدان رحم الله والديك ذكرت ولا ناظم قزار ولا ناظم قزار، اي هي هاي المشكله، هو انت تتحدث عن موضوع مؤامره ناظم قزار، ناظم قزار رحم الله والديك والله تذكرني رحمه على والديك، انا ترى انسى وسيده عصبي تعرف ظروف من اسمعها وكذب واقفه عيب يعني هي شغلات، وانا كشفتهم عبد الخالق تمشى قدامي حتى الدوري قدامي يتمشون يروحون بدا سبحه، هاي شفتها الى ان قال افتح السير اكسيت سير يابا شنو قال وصل للرئيس، راح له صدام تمشى له للبكر، والله والله يا استاذ جلال جاب للبكر حاضنه هيك شيء فاطمه الشكر يا تذكر صباح مرزوية حاضنا أي شيء للبكر، رأسا إجا سوى صعد قدامه صباح مرزة وبصعد صعد وياه بالصدر إبراهيم الحديث ما صعد وياهم راح يمكن من الجهة الثانية، المهم صعدوا صدع وياه صدام شكه وحضنه أقسم بالله، والسيارة شلون الطلقة حتى احنا ما لحقنا نلحق بسيارتنا نلحق انا شي سياره مو مال مروح الخاصه مالتي، المهم طلعت مثل الطلقه اتصل بي جاسم العزاوي مدير امن مدير مرور الكرخ قال لي ابتهاج شنو السيد الرئيس طلع، قلت له اي بالطريق قريب عليكم هسه استقبله السيد رئيس دوله وهسه باتجاه عليهم انتظره وين التماثيل مال تنزل من جسر المعلق انتظر هناك، فعلا شاف الرئيس صاب للقصر الجمهوري ويا البكر خلصت بسلامه الحمد لله سلامات امراض، بس انا متاسف شنو متالم بشيء واحد بعيني هاي شفته، لا رد صدام طلع من القاعه لا صار بالقصر الجمهوري لا منتظر هناك يرتثر البكر لما يقتلوه يعلن ثوره بقتل البكر ويسوي انقلاب عليه، ماكو شيء استاذ جلال ماكو شيء، والله صدام حسين قاعد بنفس القاعه وطلع استقبله من الطياره وصعد قدامي بالسياره المرسيدس قاعد لي ورا هويا، والسياره مثل الطلقه طلعت وصباح مرسى قاعد بالصدر وراحوا للقصر الجمهوري. لا هي القصه معروفه يعني ذكرت كثيرا وتحدثوا بها كثيرا. نعم.